السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. محاضرة اليوم بعنوان Predicting UV Visible Spectra Benzene Excitation Energies. ده يعتبر أول إكزامبل معانا. هنتعلم في المحاضرة دي إزاي نحضر الانبوت فايلز لحساب الإكسيتيشن إنرجيز وإزاي نظهر اليو في فيزيبل سبيكتروم. معانا في المثال ده البنزين، فهنشوف الإكسيتيشن ستيتس للبنزين، وهنشوف الإكسيتيشن إنرجي، وهنشوف الترانزيشن بتوين أوربيتالز، وأيضا هنقارن ما بين الإكسيتيشن إنرجيز والإكسبرمنتال وان. وعلشان تقدر تشوف الفيديو ده كامل لازم تكون منتسب في القناة، يكون عندك ممبرشيب. لو انت كنت منتسب والغيت الانتساب فتبعت لي الجيميل بتاعك وانا ابعت لك اللينك اللي تقدر من خلاله تشوف الفيديو ده كامل. فالفيديو ده موجود في كورس الكوانتم ميكانيكس 3 اللي هو Modeling of Excited State. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.